السلام عليكم. إعلام: استهداف ناقلة نفط قبالة السواحل السورية بمقذوفين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت قناة العالم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن ناقلة نفط استهدفت قبالة سوريا بمقذوفين، أصاب أحدهما مقدمتها والأخرى أصاب سطحها وتسبب بأضرار. وتعرضت ناقلة قرب الساحل السوري لهجوم بطائرة مسيرة وسط أنباء تنفيذ بأن الهجوم من ميناء الإقليمية اللبنانية. وقال مراسل القناة إن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بنياس النفطي. وذكرت وزارة النفط السورية في بيان لها أن ناقلة نفط تعرضت لحريق في أحد خزاناتها بعد تعرضها لما يعتقد إنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، وعمل فريق إطفاء الناقلة على التعامل مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده. وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبلة مصب النفط في بنياس في طرطوس. ولم يذكر بيان وزارة النفط السورية الجهة المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط. وتأتي الحادث في وقت تشهد فيه سوريا أزمة شديدة في المحروقات منذ أشهر بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، بالإضافة إلى سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على حقول النفط السورية في المناطق الشمالية الشرقية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.